السلام عليكم يا الربع كيف الحال شو اخباركم يعطيكم العافيه حياكم الله جميعا اسمحوا لي تاخرت عليكم اعتقد عشر دقائق بالضبط نعم اسمحوا لنا عاد ما طلعنا على الموعد يلا البركه فيكم يعني شو اخباركم خير الله يسلمكم يا مرحبا أه بو خليفة حياك الله أخوي بو خليفة و ام اي 11 أه انضم بعد الينا حياك الله اخوي ام اي 11 وايضا عندنا أه فت فت بوجي ما عرفته والله عرفنا باسمك عاد أه حياكم الله جميعا ويعطيكم العافيه وشرفتونا بهذا اللايف وان شاء الله نكون خفاف الظل عليكم وايضا نناقش بشكل جميل معاكم بمشاركاتكم باسئلتكم في مواضيع سينمائيه جميله واليوم اخترنا لكم موضوع سينمائي بلا شك انه مهم جدا وهو صناعه السينما واهميته في موضوع الافلام الترفيهيه والافلام الفنيه. انا حبيت يعني اضيف جزئيه في هذا الموضوع لان اساس انه حاب توصل معلومه بشكل صحيح وايضا يكون هناك جس نبض بشريحه كبيره من الناس عشان تفهم السينما شو هي ادواتها وماذا ولماذا يطلق عليها السينما هي صناعة بحد ذاتها يعني صناعة تد يعني تدار من عدد كبير من الناس المختصين والجهات المختصة وايضا هناك كثير من الناس مربوطين بهذه الصناعة وبالتالي ليش سموها صناعة لما هناك تكون اهداف ونجاحات بلا شك انه هذا الموضوع يتحول الى صناعه يعني صناعه يعني ان بما معنى ان الموضوع اصبح كبير جدا ولذلك اليوم ان شاء الله بس يكتمل العدد راح اتكلم في هذا الجزئيه جزئيه صناعه السينما عشان ما يكون لغط في الكلام او يوصل كلام خاطئ لبعض الجماهير يفتكرون ان السينما هي فقط انه على اساس ان الواحد لازم يسوي افلام واقعية وافلام فنية بحتة واي حد يعمل غير هالاشياء يعني انه هو لا يفهم ولا يفقه وبامور مثل هذا يعني وايضا في البعض ايضا مرات الواحد دائما يحاول يطلع امام الجمهور انه هو ذكي وانه هو صاحب ذوق عالي وكذي وفكره بهذه الطريقه وهذا شيء خاطئ جدا لا يوجد جمهور ولا يوجد اعلام ولا يوجد صناعه ولا يوجد ناقد على مستوى العالم ما يحترم الصناعه وادوات السينما بشكل عام لا يوجد ابدا ولا يجوز في عرف المهنه اللي نحن نعشقها ان واحد يتمرد على هذه المهنه ويقول كلام ان الصناعه هي فقط ان لازم تكون افلام فنيه وافلام واقعيه وهذا كلام غير صحيح ابدا لو كان هذا الكلام صحيح لا ما كنا نحن عشقنا السينما من الاساس نحن ما عشقنا ولكن الصناعه هي اللي تعرفك على الواقع وتعرفك على الأفلام الفنية والأفلام الصغيرة الصناعة الكبيرة إذا الصناعة الكبيرة ما تستطيع أن توصلها أنت من بلدك إلى دول الأخرى صعب أن اه توصلك خلنا نقول أفلام بسيطة قليلة واقعية ما توصلك يعني اه هي 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 خلينا نقول اه عملة ذو وجهين الكل يخدم البعض عملة ذو وجهين الكل يخدم بعض وكل إلى مقومات وسياسات ومعايير وأسلوب معين في صناعة الأفلام ولذلك نحن نقول دائما أن الصناعة هي مهمة صناعة هي تحتاج موارد مالية موارد بشرية بشكل كبير جدا لا يعني اني انا اليوم لما اشاهد فيلم سينمائي فيلم حربي فيلم اكشن فيلم كذا واروح اصنفه واخرب عقول الناس اقول او هذا مش فن وهذا مش صناعه هذا مش, مش صناعه وهذا اشياء تافهه والامور لا بالعكس هذه ايضا صناعه هذا اساس الصناعه لولا هذه الافلام الكبيره لولا هذه الافلام الترفيهيه خلنا نقول الترفيهيه اللي الكل يستمتع فيها ويدخل السينما خلال ساعتين ساعتين ونص وينسى همومه وافكاره ويستمتع بهذه الافلام هذه صناعه صناعة أيضا صناعة تدار من قبل الصناع تدار من قبل أصحاب السينمات والموزعين والعاملين في السينما وتمثل دولهم أمور كثيرة يترتب فيها لا يعني أني أنا أجي اليوم مع أني أنا مخرج وأنا ناقد وأنا مش عارف شو والأمور هذا لا يجي اليوم أنا أتفلسف على الأفلام التي حققت نجاحات أو حتى الأفلام ما تحقق نجاح إن هذه أفلام تافهة افلام تجاريه لا بالعكس طالما افلام ترفيهيه افلام اكشن صنعت بادوات جميله وتلاقي فيه ان هذا البلد ارتفع مستواه بصناعه السينما هي هذه الصناعه مثل الناس لما تقول والله بلد تصنع سيارات بلد تصنع افلام هي نفس الشيء هي هي هذه الامور كلها يعني بمعنى الصناعه هي لها اهتمام والباب الاول في الصناعه هي الافلام الترفيهيه، الافلام الاكشن، ولكن ما هي الافلام؟ هنا ترجع الى الذوق، ترجع الى المستوى، ترجع الى الى مقومات الفيلم، ترجع الى طبيعه الفيلم، ستايل الفيلم، ولذلك ناس تحط ملايين على اساس تظهر فيلم آه، فيلم خلينا نقول ترفيهي انه يعجب لكل الناس. ولا ننسى اليوم الصناعه الافلام الترفيهيه هم العدد الاكبر اللي يحبون السينمات اللي يحبون يروحون يشاهدون الافلام والافلام الترفيهيه والافلام المنوعه بجانب ايضا ان هناك افلام فنيه بجانب ان هناك افلام واقعيه البارالال سينما، لأن هذه الأفلام الكبيرة تخدم أيضاً نوعية هذه الأفلام في بقاء السينمات مفتوحة، في بقاء المنتجين، الموزعين، صناع السينما، والأمور كثيرة يترتب فيها، وأصحاب السينمات والجمهور يدخل، فلان يربح، فلان كذا، الكل يستفيد، الكل يستفيد، هذا لما الكل يستفيد والناس كلها تخدم وتعمل في هذا الصناعة في هذا المجال لذلك يسمى أن هي الصناعة صناعة السينما هذا القصد منه ومنها أن تنتشر عالميا أفلامك تتوزع عالميا عالميا أفلامك يكون إلى إقبال عالميا هذه الصناعة مش أنا أجي أتطنز على الأفلام اكشن افلام حققت انجازات وحققت موارد ماليه ضخمه وايضا نوعيه الافلام جميله وكذا بالعكس انا اصفق لما لما السينما سوى الهنديه واي سينما اخرى او مصريه توصل بالمستوى الفني وتوصل بالمستوى المعايير السينما وعلى على الادوات والتقنيه العاليه انا اصفق لها ليش اليوم العالم كله صفقت لفيلم بوبلي اللي حقق 2000 كرور ليش هذا فيلم تجاري فيلم ترفيهي ولكن حطوا فلوسهم عشان يقولون للناس ان نحن ايضا في الساوث عندنا قدرات عندنا امكانيات ان نوصل على مستوى عالي ونوصل على مستوى بوليوود ونوصل على مستوى الافلام الامريكيه لان هذا سوقنا حطينا كل فلوسنا وقدرنا نعمل هالافلام استخدمنا التقنيه، هذا هو الاحترام، احترام للصناعه، احترام للبلد نفسه انه وصل بهذه المرحله بهذه التقنيه، هذه هي التقنيه، هذا هو التطور ايضا الجانب التطور، جانب التطور وايضا لا ننسى ان الصناعه ايضا ان الناس هذه ايضا تعمل افلام للجمهور العام. يعني هي هي ما تعمل افلام والله لسبع اشخاص او سبع مفلعين، إيه والله لا هذيل اللي, اللي يحبون افلام فنيه ويحبون افلام راقيه نعطيهم هالافلام. لا يا اخي في فئه الشباب في في, في كبار في آه في ماس بيبل ومعظم الناس اللي تدخل السينمات وهذا هم من فئه الشباب. اللي اعمارهم من 18 الى 35 40 سنه، هذيل اللي يدخلون السينمات ولذلك لابد تكون ان هناك نوعيه الافلام اللي ينعجبون فيها، ولكن نفس هذا المجموعه الشباب فيهم ناس اذكياء يحبون ايضا الافلام الفنيه، وفي ايضا الجانب ان هذيل بكره لما يكبرون ايضا ذوقهم يرتفع بهذا الشكل، هذه هذه سنه الحياه. ما نقدر نلغي مراحل الزمنية من العمر ونتفلسف على الناس ونقول شو هذا الفيلم وور شو هذا الفيلم ومجمعين لقطات مش عارف شو كذا واخذ 300 كرور واي فيلم اخر والله لا شو يعني بتان شاروخان يسوي هالفيلم يعني شو بيكون متوقع اكشن وسلو موشن وبيجمعون كم لقطة واستوى الفيلم ثلاث 300 كرور لا الموضوع ما يقاس بهذا الطريقة ابدا الموضوع يقاس ان شو الفاليو اللي في سوقه لازم هذا يقاس يقاس ان هل هو قادر انه المنتجين الموزعين قادرين انهم يحطون على فيلمه 150 كرور 170 كرور عشان يجيب لهم 200 300 كرور هذا السؤال لان هو يلعب على مستوى الدوري الترفيهي يلعب على مستوى الصناعه لان هو سوبر ستار لما كان والان سوبر ستار وغيره وسلمان وعامر لان هذيل إلهم سوق وهذول اللي هذا اللي داشين بالصناعه اذا هذيل ما يدخلون الموارد ما يطعمون ملايين من الناس وما يربحون الموزعين واصحاب السينمات ليش سووا السينمات في المولات يخسرونهم بالملايين بالمليارات يخسرون يسوون مواقع سينمات حق شو يسوون مواقع سينمات يسوون مواقع سينمات عشان يدخلون فيلم يدخلون يدشون فيلم انوراب كشب ومش عارف مين فلان وفلان انه يسوون افلام فنيه علشانهم يسوون هالسينمات ما بيسوونهم السينمات يعني شويه من المنطق هذا هذا يتسمى فلسفه فلسفه على الناس ان لا يا اخي شوفوني انا ترى ذوقي عالي ترى شوفوني زين اي واحد هذا الشخص اللي قاعد يقول انا ذوقي فني وعالي شو كان يطالع افلام لما كان عمره 17 18 سنه كان يطالع افلام سي كلاس بي كلاس وعشقها وعشق الابطال اللي يمثلون هذه الادوار، ولذلك عدم الفلسفه على الناس وعدم توصيل الرساله الخاطئه في صناعه السينما لا يعني والله ياك فيلم قالك والله فيلم حقق ارباح، والله هذا مسخره مش فيلم فني مسخره لا يا اخي الفيلم الفني يتعمل مع الافلام التجاريه والترفيهيه على مستوى العالي. وايضا في جزئيه اخرى لا يعني من كل من عمل فيلم فن فيلم تجاري او فيلم ترفيهي اكشن وكذا ودخل بالربح لا معظم الافلام تفشل ايضا العمليه مو سهله هي عمليه اصعب اصعب العمليه وبالتالي عدم الفلسفه وعدم إن الناس إن تبى تقول ان هي افضل من هذا تبى تحط فكرها لا هذا مغالطه لا يوجد لا يوجد اعلامي في العالم وانا اجزم على كلامي لا يوجد اعلامي في العالم ولا يوجد ناقد سينمائي في العالم سوى من الصين من هذا انه هو ما يحترم السينما وما يحترم الصناعه ولا يحترم الافلام الكبيره والاكشن لا يوجد ليش لانه هو لما يركز على هذه الافلام لانه هو عارف ان هذه الصناعه يروح يقيمها بناء على الافلام الاكشن، بناء على الميزانيه، بناء على النجوم الافلام هذه الاكشن ولذلك يقيم هذا الموضوع، ما يجي يجلس على ريل ويقول لهم يقول لهم شو هالافلام الاكشن؟ مسخره اكشن ومش عارف شو كذا كذا، يعني يبي لهم اني انا لا انا فني انا في اذواقي كذا كذا، هذه فلسفه، هذه فلسفه ولا بعد فلسفه. ولذلك السينما حبيناها السينما حبيناها والسينما لما نحبها لازم نعيش معاها نحب كل الوانها السينما لها الوان كثيره نعيش مع كل الوانها ما نتفلسف عليها لان هي اللي جابتنا هي اللي علمتنا هي اللي حبتنا بالسينما سوى الافلام الامريكيه الافلام الهنديه الافلام العربيه هل نحن حبيناها السينما بهذا الشكل ما اتفلسف اركب على السينما فوق السينما اركب عليها واروح اضرب الناس فيها لا هذا شو قاعد يسوي يك واحد يقول لك والله لا يا اخي شاروخان انا استغربت لما اخذ فيلم باتان استغربت انا افتكرت اشاعه ولكن طلعت حقيقه ليش يا اخي ياخذ هذا الفيلم ليش ما ياخذ مع مخرج انا راجي يسوي فيلم فني قصه وكذا وهذا ياخذ مخرج امتياز ومش عارف مين مين زين اذا واحد يقولك انا ناقد اذا واحد يقولك انا مطلع على السينما اذا مطلع على السينما وناقد هذا المخرجين سوقهم هالكبر قليل جدا اذا انت حسبت السوق بهذه الطريقه هم سوقهم هالكبر بالنقطه ليش لان هذا النوعيه من المخرجين لم يستطيعوا انهم يعملوا فيلم ذو ميزانيات عاليه او للجمهور العام يستطيعون يعملوا فيلم لناس معينين شريحة معينة من الناس ولذلك ارجعوا لتاريخ المخرجين تلاقي كلهم امتياز علي والثانيين والثالثين كلهم لا يستطيعون يعملوا فيلم بميزانيات عاليه ولذلك كلهم فشلوا لما اخذوا ابطال نجوم مستواهم عالي واخذوا افلام ميزانيات عاليه كلهم فشلوا ارجعوا للتاريخ التاريخ ارجعوا لفيلم بومباي فولفت كيف فشل؟ لأن قدرات المخرجين هذول اللي فنيين وكذا مش قدراتهم يعملوا فيلم لصناعة لماس بيبل أو فيلم ميزانيته 100 100 كرور وفوق، ما عندهم قدرات يعملوا هذا الفيلم، عندهم قدرات يعملوا فيلم ب 20 كرور 30 كرور هذا حدهم وحتى في بعض الأحيان ما يجيبون الرقم هذا، ما يجيبونه لين ليش؟ لأن طريقة إخراجهم ونوعية إخراجهم إخراجهم أفلام ذو محتوى بسيط لناس معينين نعم يكون فني ممكن وجميل ولكن سوقة بسيط جدا ليس لكل الناس وكلهم جربوا على فكرة ارجعوا وشوفوا هذا المخرج اللي عمل فيلم لشاهد كابور فيلم حربي مع كانجانا راهوت أنا ناسي اسم المخرج لما أعطوه فيلم فخم فشل فشل ذريع هو مخرج جميل فني ولكن السينما ما تمشي بهذا النوعية لازم تمشي مع المخرجين تمشي مع أفلام كبيرة وإلى جمهور وإلى كذا وفي جانب الأفلام الصغيرة هذا واقع بالعكس السينما لكل الألوان لكل الأذواق ما يقول لشاروخان والله شو هذا نحن توقعنا انه بياخذ فيلم فني وفيلم مش عارف شو وكذا وهذا اجى اخذ فيلم بتان وفيلم بتان معروف بيستوي مثل فيلم مثل يوشراج نفس الانتاج والمنتج يوشراج بيسوي نفس وور يسوي نفس وور وكذا بيجيب 300 كرور او 200 كرور وبعدين شاروخان مستعد يعطيك 500 كرور بس فيلمه ينجح تجاريا لان الفاليو ماله في السوق الترفيهي والتجاري هذا الفاليو ماله نعم هو ممثل متميز ويقدر يسوي كل ادوار ولكن الفاليو ماله هو لا زال في الدوري يعني لا زال يعني اسهمه في الدوري المحترفين على مستوى العالي يعني الليفل ماله ايه عالي لا زال هو يبى يرجع هذا المكان ويثبت للناس كيف تبى ينزل تحت اي منطق هذا ينزل تحت لابد منه انه ياخذ فيلم كبير يعني فيلم وور لما نجح وهذا يعني فيلم مسخرة كيف فيلم مسخرة انا دعاية الفيلم لما نزل وور قبل ما ينزل في السينمات أنا قلت هذا من أجمل الأفلام متوقع فيها، لأن الأكشن حلو وفي في ارتقاء بمستوى السينما الهندية وكذا انا قايسته بهذه الطريقه ما قايسته ان هذا فيلم لازم يكون فيلم ارت فيلم فني لا يا اخي وعلى فكره واذا انت تفتكر انك ذكي هم مش اغبياء هم مش اغبياء هم عارفين شو يسوون وعارفين شو يشتغلون ولذلك الانسان ما يتعالى على الناس ما يتعالى على السينما اللي حبها لا تخلون المثل اللي نقول القطوة بدأت تاكل عيالها ما نبغى نقول هذا المثل ولكن كونوا واقعيين لأن عيب عيب الجمهور يصبح أذكى من النقاد واللي يقولون نحن فاهمين السينما هذا أكبر عيب عيب يعني يوصل واحد أن عقليته توصل في مكان والناس العالم ثانية في مكان آخر لا يوجد ناقد وأنا أبصم لا يوجد ناقد في العالم ينتقد الافلام الترفيهيه والافلام الكبيره والناجحه على اساس انها هي افلام سيئه وافلام الفنيه نحن نحتاج لا يوجد في العالم لا يوجد بهذه الطريقه هو ايضا هناك صعوبه لما انك انت تعمل فيلم كبير وتشتغل عليه عشان ترجع مردودك وكذا لان ذوق الناس مختلف هذا اكبر تحدي وانا قلت لكم المخرجين إذا تتذكرون خمس مخرجين عنا هذين اللي يسوون أفلام مثل أفلام الإنجليزية هذين ما يقدرون يأخذون أفلام كبيرة وأنا قلت لكم من فترة طويلة ما يقدرون يجيك واحد يقول لك لا والله ليش شاروخان ما أخذ عن هذيل لأن هذين يشتغلون فني إذا أنت فكرت بالفني ما فكرت بالجانب أن هذا الممثل أنت باك بكرة راح تتهمه إذا فشل الفيلم وإذا الفيلم ما أخذ هذا راح تتهم انه هو ما حقق نجاح هو اول شيء ينتظر النجاح المكان اللي هو فيه ولا بد انه ياخذ انتاج ضخم ياخذ فيلم ضخم ياخذ فيلم اكشن لانه هو جرب كل الوان جرب الرومانسيه ما نجح في اخر ثلاث افلام والامور خلاص ياخذ هذا المنحنى بالعكس مش عيب طالما عنده قدرات يعني في 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 يسمونه هذا الممثلين الاذكياء وهذا حاصل عندهم على فكره، شو الذكاء الممثلين؟ لما يقول لك انا انجح نجاح قوي في فيلم ترفيهي والناس كلها خلاص تتقبلني وانا اسهمي في السوق عاليه، منها اقدر اخذ الفيلم الفني وايضا اللي يعجب اكبر شريحه من الناس، هذا الذكاء. مش اجي اقول اروح اعمل لي فيلم مع نراج كشر اللي هو قدراته يعمل افلام ب 20 30 كرور فقط، ومع هذا ما يجيبهم، يجيب 14 كرور 13، يعني جمهوره نت، نت بما معنى جمهور بسيط جدا، كيف تريدون شاروخان او غيره نجوم كبار يروحون لهذيل؟ اي منطق؟ شاروخان اليوم يحتاج انه يرجع بشكل قوي. وهذا جمهورة يطالب والناس الثانيه تطالب انه يرجع بشكل قوي ه هذا اللي نحن لازم نفكر بهذا الطريقه وتفكيره صح تفكيره صح ليش صح تفكيره لانه هو اخذ ثلاث افلام اخذ الاكشن وبعد اخذ معرات كومار هيراني وبعد اخذ ثلاث افلام متنوعه هذا الشيء جميل ولذلك نقول عدم الفلسفه على الجمهور البسيط اللي عندنا ونقول انه والله افلام اي فيلم اكشن لنجوم حلوين وكذا وهذا لا عادي والافلام لا هذا هذا سينما هذا الاساس هذا الاساس اللي الناس تنتظر التقييم فيه، هذا السوق اللي يقيم هذا السوق اللي يقيم، اذا نحن نمشي على الفكر الاخر الفكر الاخر خلاص لا تطالع هذا الافلام ولا تتابع النجوم هذيل روح تابع نجوم نصر الدين شاه نواس صديقي طالع نجوم الـ الارت سينما الفنيين اللي يمثلون وايدين موجودين يمثلون تابعهم لا تتابع النوعيه خلاص لا تتابع النوعية ما تقدر تتابع لان هذا السوق سوق متنوع ومتلون اذواق ولكن الصناعه نرجع <applause> الى حلقتنا الصناعة تتطلب انك تعمل افلام كبيرة، تتطلب انه يكونون هناك نجوم الشباك والناس الاقبال عليها، هذه السينما هذه السينما الحقيقية اللي ناس تدش فيها، مع هذه السينما راح توجد ايضا السينما اللي ناس تبحث على الجمهور الوسط والبسيط هو الافلام الفنية والامور هذه، هذه السينما المتنوعة. اما انا ما اذم السينما الترفيهيه على حساب السينما الثانيه عشان ابى اقول للناس انا ترى وايد فاهم <applause> <applause> هذا قمه الغباء لا يوجد اعلامي لا يوجد ناقد في العالم ينتقد الافلام المميزه اللي مصنوعه بشكل جيد وتنجح شباك التذاكر مصنوعه بشكل جيد نحن نتكلم وفيلم وور هو واحد من الافلام اللي رجعت السينما الابطال الاثنين مع بعض وأنتم راقبوا بعده بدت الافلام بطلين بطلين وبعده بدت الناس ايضا الصناع والمنتجين يفكرون بافلام ضخمه يفكرون بافلام مستوى عالي هذا الصناعه اللي تتطور بهذا الشكل تتطور وور نموذج انا اروح اذم فيلم وور اي عقليه هاي هذا نموذج الناس الثانيه بتتطور هذا تطور الحين شو نحن راح نقدم له راح نقدم اعلى بهذا الطريقه يصبح تطور للصناعه تطور للسينما تطور للفنيين وايضا تطور في ذوق الجمهور اليوم الصناعه مثل ما يدعي الشخص ما حد بيجيك لفيلم فني فقط واليوم عمليه اصبحت صعبه صعبه جدا ان الافلام الفنيه تمشي كثير لان ايضا في جانب اخر اللي هي المحطات الرقميه اخذت هذا الجانب المحطات الرقميه يقول لك انا اليوم في غل الغلاء في غل كذا يا اخي ليش اطالع فيلم صغير فيلم صغير وفيلم فني وهذا اطالع في السينما مع عيالي اخسر فيه 2000 4000 روبيه اروح اجلس على التلفزيون انتظره بعد اسبوع اسبوعين وبالتالي هذا أيضا الفكر لازم نحن نفكر اللي يعشق السينما يفهم السينما لازم يفكر يقول لك ها لذلك الحين بدأت الأفلام الضخمة تطلع بدأت الأفلام الكبيرة تطلع بدأت الأفلام البطلين يطلعون ليش لأن بدوا يشتغلون على الجذب الجانب الآخر للجمهور عشان يطلعونهم من بيوتهم. لان في تاثير حصل خلال سنتين على عن طريق المنصات الرقميه بسبب جائحه كورونا وبالتالي هم لازم صناع لازم يخلقون اشياء اخرى لازم يكبرون حجم الانتاج لازم يجيبون ابطال اكثر في فيلم لازم يشتغلون صح ولذلك خلال السنوات القادمه راح تلاقون هذا الشيء تلاقون الافلام الضخمه، تلاقون الافلام اللي فيها البطلين، تلاقون فيها شغل فني عال، فني أنا قصدي حتى في افلام الاكشن، المستوى الليفل راح يرتفع بشكل كبير جدا، ولذلك نقول نحن هذا الجانب صناعه ليس ضحك على الافلام الاكشن ولا فلان وفلان وانا اعطي لا 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 <applause> ابدا فيها منطقيه فيها عقلانية ونحن نوصل رسالة اليوم أنا لما أوصل رسالة للجمهور أنا لابد أني أؤمن أن الجمهور أيضاً ذكي لابد أني أؤمن أن الجمهور أيضاً عنده اطلاع بهذه الأشياء ما أسحبه البطل اللي ما أحبه أقول لا هذا كذا كذا والفيلم لا هذا شو تجميع كيف انا انتقد فيلم بتان انا استغربت كيف انتقد فيلم بتان بهذه الطريقه لا تيزر نزل ولا شيء بس انه هو اختار فيلم اكشن فقط على هذا انه اختار فيلم اكشن يعني شو بيكون؟ بيكون مثل وور يعني وور اصبح فيلم يعني زي زباله يعني زي افلام سي كلاس هو في نظره في نظره اصبح زي سي كلاس هذا فيلم تجميع لقطات يقول لك وور بعدين يقول لك لا شوفوا عامر خان مثل دوره نبه الدور السيك سيك الدور السيك وكذا كذا على الاقل في تمثيل في فني زين انت ليش ما قلت الدور السيك هذا هو الدور فيلم امريكي توم هانكس وفيلم فورس جام فيلم وور اللي هو مش ريميك راح حددوا له قالوا له هذا الفيلم تجميع <applause> اما فيلم الريميك قالوا له لا شوفوا دور عامر خان اللي فيه فني لذلك لا حد يوصل سموم للناس علشان انه هو يمتاز او يميل لشخص معين على حساب شخص معين ولكن الصناعه هي مفهومها واحد مفهومها واحد لابد ان الناس توصل رساله صحيحه لان عيب ان تكون ناس جمهور يعني يصبح انه هو الذكي ويصبح هو عارف هالاشياء وبالتالي مش اي كلام واحد يقوله ممكن يمشيها على الجمهور ولذلك ارجع اقول صناعة كبيرة صناعة سينما الجميلة للافلام الترفيهية ايضا لافلام الاكشن والافلام الاخرى يعني نحن اليوم او الثانيين ليش قاعدين يمدحون افلام الساوث ليش يمتحون افلام الساوث، هل فيلم الساوث انتم شفتوه قلتوا والله فيلم فني، فيلم ارت قصة؟ لا، انتم قاعدين تستمتعون بأفلام الساوث أن فيها مغامرات، فيها تقنية عالية، فيها أكشن عالي، فيها أسلوب عالي، لذلك هذه السينما الترفيهية، هذه صناعة، هذه صناعة يسمونها، هذه الصناعة، ولذلك أنا ما أسب السينما اللي نحن عشقناها لازم نحترمها نحترمها وكل وكل جمهور وكل نوعية الأفلام في كل دول العالم موجودة مصنفة لها تصنيف ليش لما أنت تروح أي فيلم تدش تروح جوجل كذا إلى تصنيف شو موضوع الفيلم شو تصنيفه هل الفيلم أكشن هل الفيلم دراما هل فيلم فانتازيا؟ هل فيلم كرتون رسوم متحركة؟ في تصنيف محتوى تصنيف ولذلك هذه السينما للكل هذه السينما للكل عدم الفلسفة وعدم مبالغة الشيء هذا وهذا أنا حبيت أتكلم على هذه الجزئية أن السينما الصناعة ومن أساسها هي الصناعة الترفيهية من اساس الصناعه الترفيهيه، اذا ما كان الصناعه الترفيهيه موجوده بقوه ما راح يكون في صناعه، الصناعه هي بما معناها انك انت عندك اندستري، كيف تعمل اندستري؟ صناعه مثل اليابان مثل المانيا عندها صناعه سيارات، هاي صناعه، ليش؟ لأنها تدار بالملايين بالمليارات وتوظف الناس بالالاف بالملايين، اصبحت صناعه. مش مش هواية أو شيء بسيط بين فترة وفترة لا صناعة ولذلك في أمريكا السينما صناعة في الهند السينما صناعة في الصين السينما صناعة صناعة هذا كنت أنا حابة أوصله لأنه من من واجبنا ايضا ومن جمهورنا ان نحن نوصل الرساله السليمه والصحيحه، وانا احب احب انكم انتم ايضا تشاركون في هذا الموضوع. اوكي وين الاسئله؟ ماسك تحب افلام الرسوم ام الصالون ام البلكون؟ افلام الترسو ام الصالون ام البلكون؟ انا ما فهمت هذا المسج تحب افلام الترسو ام الصالون ام البلكون؟ وسلمي نور طال عمرك نور نوركم يا الحبايب حياكم الله انا انتقل شوي على السريع احيي الجميع اللي تواصل معنا واللي موجودين ايه اقتصاديه وماليه، انا ارى ان الريميك ليس افلاس بل ضروره اقتصاديه وماليه، شوف موضوع الريميك الريميك على فكره موجود في كل العالم كل العالم ولكن نحن الجمهور اللي عندنا هو الجمهور المتعطش للسينما بوليوود متعطش يعني يعرف شو يلابس النجم يعرف شو رقم الكلسون ماله الاندر وير لهالدرجه متعمقين الناس اللي تحب بوليوود متعمقين لهالدرجه ولذلك هم متابعين بقوه ويعرفون صغيره وكبيره الريميك موجود في كل العالم موجود في كل العالم ولكن مين يعرف عن الافلام الامريكيه الريميك ما حد يتابعها مين يعرف عن الافلام الكوريه واليابانيه وافلام الاوروبيه ما حد لأنه لان ما حد يتابع ولا يعرفون عنها ولذلك استوى الموضوع بعد فتح التقنيات والامور والسوشيال ميديا وكذا الناس تتكلم نعم نحن ما نختلف ان زادوا الجماعه في موضوع الريميك على فكره في السبعينيات الساوت كله ريميك من الهند ياخذوا في تبادل كان في تبادل كانوا وايد مسوين افلام ريميك ولذلك انا ما اريد اغوص بالاسماء الافلام والامور مثل هذا ولكن هذا موجود نعم الان زاد الشيء ليش زاد الشيء انا اعطيكم يعني اجاوب على هذا الشكل بشكل سريع وبجواب يعني خلينا نقول اه اقتصادي تجاري بحت ليش لان اليوم من السهل تعمل فيلم اليوم من السهل تبيع الفيلم على المنصات لان اصبح في سوق كبر السوق يعني عارفين شو قصدي؟ كبر السوق، ما كان السوق هو الوحيد اللي كانوا قبل اصحاب السينمات والموزعين والمنتج هم يسيطرون، لا كبر السوق اليوم، عندك المنصات، عندك جهات ثانيه ايضا تحتاج الافلام، هذا اللي يسمونه الصناعه، يحتاجون افلام ويحتاجون يشترونها، هذا يسمونه الصناعه. بدأت الصناعة تتحرك بدأت الناس تشتغل بدأت الناس لذلك حسينا نحن أن أفلام كثيرة ريميك ليش؟ لأن يقول لك خلني أسوي في أسرع وقت فيلم لأن أنا عارف أن عندي سوق اشتريه بس قبل ما كان هذا الشيء كان قليل جدا ما كان هذا الشيء لأن كانت السيطرة من الموزعين وأصحاب السينمات الآن لا السوق كبر ولذلك أنا هذه رؤيتي أعطيكم إياها عشان كذي زاد الشيء هذا اصبحت الصناعه والناس تستفيد وتتحرك والناس تبدا تشتغل والامور هذه نعم زاد الشيء عن حده ولكن نحن ضد الافلام الريميك اللي يتم اختيار افلام من الاساس هي سيئه هذه وحده ومن الاساس ان هي افلام لا تصلح للغه اخرى ممكن هذه خطا اخر ومن الاساس ايضا ان انك انت لما تعمل ريميك تعمل ريميك بطريقه خاطئه، هذه نقطة مهمة جدا لأن في كثير من أفلام الريميك فاشلة. لازم نرجع نقول ليش فشلت؟ فشلت لأن ما صنعوها بطريقة سليمة، فشلت لأن ما تم اختيار النجوم بطريقة سليمة، فشلت لأن النجم ما يريد يعمل نفس اللي عمله هذاك الشخص، وما عنده القدرات يعملها ولذلك يغير الجلد ويغير لون الفيلم على اساس انه هو مو قادر يعمل هذاك الدور يغير لك الفيلم وانتم شفتوا وعارفين بدون ما اضرب مثل افلام كثيره سيئه كانت ريميك ولذلك نقول انا دائما اقول حتى انك كنت تعمل ريميك هي عمليه ايضا تحدي اخر هل الناس تتقبل هل الناس ما تتقبل ولذلك دائما الريميك ايضا يحتاج الى قدرات ممثلين اذا كان فيلم جيد يحتاج قدرات ممثلين وهني تقع الاخطاء اللي مثل ما انا وضحت لكم في هذا الجزئيه أه بس اتفق معك انه مش عيب صح عمليه اقتصاديه ومش عيب وهي مرحله خلينا نقول هي مرحله ترى هي صناعه هي مرحله ممكن اليوم المنصات مفتوحه بهذا الشكل ممكن بعد فتره تنزل الاسعار ويصبح الناس مش يصبح يقل الانتاج ويقل الريميك هذا القصد منه نعم نعم كنا ترينا وعشنا مع الافلام الكبيره هذه هي الجماليه هذه هي الجماليه عشنا مع الافلام الكبيره والافلام الجماهيريه نعم صح ايهاب الصناعه لابد ان تروج لها تجاريا وتبيعها هذا ينطبق على السينما سلعه نعم سلعه انا هذا اللي اقول هي هي عمليه صناعه صناعه مثل ما انت تصنع السيارات مثل ما ماكدونالدز وستاربكس وهذه صناعه صناعه بالمليارات اعمل روح دب يلا يعني يعني هي مش موضوع وشيء ثاني مش كل شيء نحن نقول والله اه اه والله فلان سرقه هذا ما فيها سرقة هذا عالم اليوم عالم يعني العالم أصبح مثل قرية واحدة مثل في بيت واحد العالم كل التقنيات موجودة تقدر توصل يصبح مثل بيت اليوم بكرة لو لقيتوا لو باكر لو أنتوا رحتوا ماكدونالدز أو ستاربكس وسوالكم شاي كرك شو بتقولون سرقة <applause> سرقة؟ لا لأن السوق كبر الصيت وصل لكل العالم ولذلك يقول لك والله في ناس تحب هذا الشاي الكرك خلونا نسويه بطريقتنا اللوجو الستار وكذا بدل ما ي... ما بدل ما هذيلاك يدفعون درهمين ثلاثة أو درهمين نحن نخليها ب 22 درهم مع نكهة مش عارف شو مع جنجر مع شو مع هيل مش عارف شو نخليها ب 25 درهم بتلاقي طابور صف العالم تصطف على هذا الشيء هل نقول هذا سرقو؟ سرقه؟ 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 كل شوي نحن نقول سرقه لا هي مش سرقه هي شيء واضح وفي ف... ناس تعمل افلام ريميك وني نتهمهم والله سرقه شو السرقه هم اعلنوا للعالم كله واعلنوا للناس وراح يدفعوا فلوس لاصحاب الفيلم الاصلي خذوه ويبون يعملونه بلغه بلدهم شو السرقه فيها <applause> شو السرقه فيها شو السرقه فيها ما فيها سرقه ولا فيها شيء يعني اتس يبون يعملون بلغتهم هذا القصد منه، وإذا ممثل عمل ريميك وأبدع فيه إن هذا ممثل مبدع، إذا ما أبدع فيه ممثل حمار. ما له دخل والله هو ما عنده إبداع، ما عنده كذا وعمل كذا، لا هذا ممثل هذا خامة ممثل تعطيه الدور هل يجيد عليه الدور؟ هل ما يجيد عليه؟ هل هو قادر يعمل هالقدرات ولا لا؟ عنده القدرات ولا لا؟ هذا ميزه ايضا يبي يظهر مهارته، لا يوجد ممثل في العالم ونحن مخرجين ونعرف السوالف هاي، وعشنا في السينما وعشنا في دهاليسها مش عشناها من وراء في دهاليسها، لا يوجد ممثل في العالم وهو جالس يتمنى أن يعمل دور ممثل معين هذا في رغبته تكون اخ لو هذا الدور عندي وبكرة وبعد بكرة بعد بكره يقول لك عطني الدور مثل هذا وطلع لي مثل هذا وكذا هذا بدون انت ما تعرف <applause> هو داخليا تكون عنده انا ابى امثل الدور الصعب اللي عمله فلان بس ابى اجيبه بطريقتي وأبقى يك... هذا مش سرقه ليش؟ انك انت قاعد تاخذ اعلى شيء انت باكر تبني بيتك تبني ما ادري شو المصممين المهندسين البيوت والاستشاريين هذيل يعني نقول لهم هذيل حراميه يسرقون من النماذج الاندلسيه يسرقون من النماذج الايطاليه يسرقون لا لانهم اعلى شيء عندهم اعلى ما عملوا لازم انا اشوف اقدر اعمل هالشيء ام لا هذا هي وفي نفس اللحظه هم ايضا مصممين عندهم ايضا تصاميمهم ولكن الناس نقول لهم نعطيهم هذا الشكل ممكن يحبونه اصبحنا نحن نحب الشكل الاندلسي يعني بيوتنا نعملها بهذه الطريقه يعني عرفت بهذا الشكل هي العمليه لا هي عمليه سرقه اليوم فلان في امريكا تقدم في صناعه صاروخ ولا شيء انا اجي بكره ادرس عندهم واعمل واشتغل وكذا اني انا استويت اني سرقت الشيء هذا لا انا تعلمت وبعدين جيت علمت نفسي وعلمت الناس الثانيه واصبحت اني انا ابدع في اشياء اخرى لاني تعلمت الاساس تعلمت الادوات هذا القصد منه مش هي كلمه سهله انك انت تقول والله هي سرقه هي سهله ولكن فيها اسس فيها نظم كيف واحد يستفيد فيها وكيف الثاني ما يستفيد فيها بهذا الشكل نحن على فكره انا عندي ساعه بعمل لايف ساعه وبعدين بحفظ اللايف وارجع لكم مره ثانيه بس عشان تكونون في الصوره يعني على بعد 20 دقيقه احفظ اللايف اسكره عشان ندش في موضوع اخر نعم فيلم واحد ينشغل صح المصري فيلم واحد ينشغل فيه مش 200 400 500 شخص يفتح 500 بيت يفتح 500 بيت نعم هي <applause> تس بهذا الشكل يعني نعم السينما تجاره وصناعه وفن نعم افلام ريبيك كثيره يعني ليش لا نعم من شباب بعد منصور فيلي ابو سعود معانا حياك الله ابو سعود شرفتنا توم كروز نعم افلام آه، توم كروز هاي افلام ترفيهيه نعم <applause> يعني نحن اعمارنا وصلنا فوق الخمسين انا استمتع اشوف افلام افلام جيمس بوند افلام الاكشن افلام آه يعني استمتع استمتع اشوف لا اجي انا وأتعالى على جمهوري جمهور لا انا مستواي افلام الارت افلام الفنيه وانا مستواي كذا لا اخوي مش بهذه الطريقه هذه السينما نحن عارفين فيها مش بهذه الطريقه يعني انا شغل موسيقى جيمس بوند بس بال... بال بال بالهذا تلاقيني اركض اروح ادش الفيلم. الموسيقى مالتها تشدني. انا مستعد اشغلها من دبي لين ابو وانا اسمعها موسيقى فيلم جيمس بوند. الموسيقى المشهوره. لان فيها ذكريات، فيها عمق، فيها ذكرياتنا ونحن صغار. في السبعينيات ندش الافلام هذه الافلام اللي يعرضونا افلام غود فادر ومش عارف شو ديوار ومش عارف شو وافلام فريد شوقي هذه ذكرياتنا افلام جيمس بوند الموسيقى هاي يعني اتذكر وانا عمري 13 سنه 14 سنه واي بقاله دخلت متى دخلت السينما منو كان معاي وكيف نحن نكون مبسوطين هذه الذكريات الجميله كيف ما عيشه كنا يعني نحضر يعني اليوم اللي ندش فيه السينما يعني يوم عظيم بالنسبه لنا نروح نتغدى اول شيء، بعد الغداء نروح ندش الفيلم، يخلص الفيلم بعدين نسولف، وعقب نروح نتعشى، بعدين نرجع البيت ونحن ساكتين، ونفتح الباب ونسكر وننام على ما حد شافنا. هذا يعني سينما جميله. جميله لا تحطون الكره والحقد والغيره على الاشياء ترى الامور تبين على الوجه والله تبين خلوها جميله هو افلام افلام للجمهور افلام الجمهور هي السينما الترفيهيه الترفيهيه للجمهور نعم ايه افلام هونغ كونغ وهذا كلها غزت على اساس الافلام الاكشن والكاراتيه والبروسلي ذكرتني بافلام بروسلي ايضا السبعينيات نعم هاي, هاي هاي افلام هذه الافلام اللي عرفتنا هذه الاشياء ولذلك عدم التعالي على المهنه اللي نحن نحبها نعم وحتى الافلام شوف افلام ترفيهيه نعم هذه هي ترى اليوم اليوم لما انت تصبح نجم تصبح نجم لازم تحبب الشريحه كبيره من الناس هذيل الجمهور تحببهم تحببهم بالسينما ويحبونك بعدين لما انت تعمل الافلام الترفيهيه والاكشن بعدين البطل الذكي اللي عنده القدرات الفنيه شو يعمل لما يعطيهم يعني مثل مثل اللي ياكل الجمهور بالوجبه اللي هم يحبونها خلاص حبوه 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 الوجبه بعدين شو يقولهم الممثل؟ يقولهم يلا تعالوا بسرعه اعطوني فيلم فني ابى اطلع قدراتي لان هذيل ح... ياسين يتابعوني هني يصبح يطلع لك بفيلم فني يطلع لك بدور كاركتر وراح يعطيهم اياه هني يتقبلونه اوه فلان يا اخي الممثل البارع يا, ابنة، يا ابنة خلطه جميله يا وجبه حلوه ليش؟ لأنه تعودوا يطالعونه ولذلك النجم الكبير ليش النجوم كثار انتهوا مع الوقت مالهم؟ انتهوا ليش؟ لانهم ما غيروا اللعبه ما غيروها اما النجوم الكبار لا يقول لك لازم انا اعمل فيلم مميز حتى لو انا ناجح في شباك التذاكر يا عزيزي أنتوا لو تعرفون قوه اصحاب السينمات والموزعين على الافلام لكنتوا فهمتوا اشياء كثيره في ناس كثير مش عارف الموزع الفيلم واصحاب السينمات يفرضون على المنتج على المغ... على الممثل والمخرج انه يطلع بهذا الشكل يفرضون عليهم يقول لازم يطلع يقول لك يا اخي شو يا لي فيلم اميتاب ما يعمل اكشن روح شيله تبون الجمهور يكسرون الجامات عندي روح ودوه يخلوه يعمل اكشن يفرضون عليهم يفرضون عليهم التوجه ولكن الممثل الذكي مع كل افلام يطلع له فيلم تك يطلع له فيلم تك يطلع له فيلم تك وهني تحصل المعادله ولذلك هناك افلام مميزه لا يعني انها ما نجحت في شباك التذاكر على اساس انها ما جابت ايرادات نفس ايرادات في الافلام السابقه لاي بطل او نجم ان افلام سيئه لا ولكن نوعيه الفيلم كان له جمهور معين ولكن هذا البطل قدر يجيب جمهور عالي لهذا الفيلم لان فيلم ميزانيته قليله ولذلك هذا الشغل هذا هو الشغل في السينما بهذه الطريقه ولذلك نشاهد ان الممثلين عندهم افلام متنوعه يعني اليوم لما نحن نتكلم مثل ما اخونا زيرو مش فيلم اكشن زيرو <applause> يعني هو يقول لك لا خله يروح عند أن انوراك كشف <applause> زيرو مو باكشن فيلم زيرو مش اكشن فيلم دراما وفيلم فني حلو جميل ولكن فيلم انكتب بطريقه خاطئه السيناريو ماله ضعيف ولذلك ما نجح ولكن شاروخان لما وقع الفيلم وعلى الورق هو بينه بين نفسه قال انا قاعد اقدم نفسي للجمهور بشكل اخر وهذا من حقه ولكن فيلم ما قبل من نصف الثاني اخترب الفيلم بسبب السيناريو وما عجب الجمهور وهذا يحصل سينما تحصل الامور هذا ما في شيء مؤكد وثابت على الورق على الورق شيء والواقع شيء آخر ولما ينعرض الفيلم شيء آخر لذوق الناس والأمور وفي أفلام على فكرة ما تمشي على أساس أن الذوق يتغير ذوق الجمهور يتغير بسبب أربع خمسة أفلام يت يتغير ذوق الجمهور وينظلم الفيلم اللي نزل ويفشل في أفلام بهذه الطريقة تحصل عليها نعم نعم صح نقطة مهمة إيهاب يعني سوى نحن إعلاميين أو الإعلاميين أو النقاد كلهم في العالم ما يناقشون أو يحللون فيلم على حسب هواهم هم يحللون فيلم على تصنيفة على تصنيفة يعطون الدرجة ويحللون بدون ما يتكلمون عنه وكذا أو مش عارف شو أو كذا أو سرق لا ما يتكلمون أمريكان النقاد الامريكان شوفهم لما يتكلمون لو فيلم خلينا نقول ريميك او فيلم ماخوذ مستوحاه اكثر من سطر ما يتكلمون، بس يعطونك معلومه ان هذا الفيلم مستوحاه من فيلم كوري كذا 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 واللي نزل في سنه، بس يعطونك المعلومه فيها، وبعدين يمشون على الفيلم، والله البطل مثل كذا وادى دوره كذا، ما يدشون بسوالف مثل الصحافه الصفراء مال اشاعات واقاويل والفتن والامور ما يدخلون فيها هم، هم يحلل لك الفيلم اللي هو شافه كيف عملوه يعني عرفت كيف؟ يبتعد عن الاشياء هذا نحن نقرا ايضا نحن نعرف الشيء هذا وانتم ايضا تعرفون الشيء هذا. ايوه رانجول رانجول اخراج ايه هذا مخرج حلو الافلام الصغيره الفنيه أعطوه الفيلم هذا كبير عمل ديزاستر كارثه نفس الشيء ايه شو يسمونه؟ امتياز مع انه امتياز صاحبي صديقي بس انا ما اجامل <applause> ما اجامل بس قلت يعني ما فيلم كبير سقط سقطه ونزل شاروخان جبهري جبهري ميت سايجل اظن هذه انورات كشف ايضا لما عطوه كذا دب وهذاك المخرج الثاني بعد شو اسمه اخوه الثاني شو اسمه الثاني اللي سوى برفي سوى بعدين فيلم ثاني اظن يعني في مخرجين اربعة خمسة صعب تعطيهم افلام كبيرة ماي انا اضحك على مخرج فيلم وور سيدارت ماروترا <applause> شو هذا هذا انا طالما سمعت ان هذا ياي واسم الفيلم بتان ويوش انتاج يوش شبرا ضحكت ان عوده شرقان غير خاطئ ما ما اقيم بهالطريقه ما يقول والله لازم يعطون هذاك فيشال ويعطون نوراج بغشب مش على المنطق بالعكس هو يبي يرجع على الدوري فوق القمه ما يبي يرجع تحت يبي يرجع للقمه هنا مستوى يرجع فيه وحتى عامر خان حتى لو فيلمه يعني خلينا نقول فنى أو فيها طابع لهذا ولكن في النهاية فيلم ضخم ما رجع بفيلم صغير يعني إذا فيلم صغير رجع ما رجع هو في الفيلم كم فيلم صغير بس ما ما مشى بشكل قوي أظن في فيلم فيلمين له ما مشى بشكل قوي فيلم اللي يكون فيه ضابط لأن الممثلين النجوم الكبار يصلون الى مرحله وعندهم ارقام معينه وعندهم سمعه معينه في شباك التذاكر لان هم هم اصحاب الصناعه لازم لما يستوي تراجع لازم يرجع يبقى يكون مكانه الرجوع ما انه يروح مع انوراج كشب انوراج كشب يعني مين المنتج اللي يقول انا بعطيه 150 وخلي انوراج كشب يخرج يلا انتم انتم فكروا فيها يعني انت تحط 150 كرور او 100 كرور على انورات كشب انه يرجع لك فلوس ما يرجع لك لان نوعيته تختلف لوجيك يا شباب شويه شويه من المنطق واللوجيك شويه من المنطق واللوجيك لان الناس الناس الجمهور ذكي الجمهور ذكي شويه من اللوجيك والمنطق بليز يعني اه انا أه. أه، نعم كومار هيراني سنجليلة بنسالي هدل يعني شوف انت لما تشتغل للجمهور ترى في ادوات في الفيلم من بدايه كتابه القصه الاغاني والستايل وبناء الكاركترات بناء الشخصيات الفيلم منها تبين انت رسالتك لمين منها تبين وفي مخرجين يعملوا مزج حلو بين الترفيهي والتجاري وبين الفني وهذا شيء جميل نعم 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 ايه اكيد كل هاي كل مكان يعني حياكم الله جميعا نعم صحيح ايه النقطة هاي مهمة نعم نقطة مهمة هاي اللي قالها ايهاب نعم اللي في الصناعة انت اليوم لما تبدا تعمل افلام فرضا الحين ذكرت نقطه افلام يعني شبيهه للتلفزيون يعني الفنيه البسيطه شبيهه للتلفزيون اذا انت طولت بهذا الشكل في صناعه السينما وفي السينمات راح يصبح جمهورك جمهور تلفزيوني خلاص راح يعني راح يزيد الشيء هذا وهذا خطا في الصناعه يعني باكر يعني كل السينمات لازم تسكر ما تحتاج في في مول فيها 20 قاعه عشرين شاشة عفواً ما يحتاج يحتاج تسوي شاشتين <applause> وتفنش ثمانين بالمئة من موظفينك ما يحتاج يعني هذا شكل هي هذه الصناعة اللي يسمونها لما يقولك والله في أمريكا شو يسمونه في أمريكا أظن خمسة وأربعين ألف شاشة ومش عارف في الصين ما أدري كم ألف شاشة هذه صناعة بكرة لو نحن نمشي على فكر بعض الناس اللي تتكلم هذه كلها تتسكر 80% تتسكر شكرا اخوي احمد فيلم عامر خان فيلم موضوعه قوي الكاركتر قوي فيلم معمول ريميك هذا بس انا اتوقع انه يكون فيلم جيد يعني اتوقع انه يكون فيلم جيد بس كيف ينحط على قالب الهندي هنا هن التحدي الاكبر يعني عرفت كيف؟ التحدي الاكبر يعني يكون نعم افلام رعب نعم نسينا نحن افلام هورر يعني ال اللي... شو يسمونه؟ التقييم يعني مثل ما يقولون تصنيف تصنيف صنف افلام الرعب استاذ شوف فيلم اشكي اشكي تو يستحق نجاح اللي حققه وابغي رايك في الفيلم اي فيلم اشكي تو عاشقي تو راس تنساي عاشقي تو يستحق نجاح اللي حققه وابقى رايك في الفيلم عاشقي تو انا ناسي والله ذكريني بالفيلم عاشقي تو هو نجاح مسبق لفيلم الجزء الاول عاشقي وقوتها كان في الاغاني والامور مثل هاي انا ناسي والله بس ذكريني شويه ذكريني فيه انا ناسي بصراحة أما العاشق كتول الجزء الأول أنا أتذكر نزل في التسعينيات يعني أغاني طب نعم نعم هذا اللي نقول قرية عالم أصبح قرية صغيرة أتوقع اتوقع سنة 22. نحن عندنا سنة 22 عندنا الأفلام الآن بنتكلم عنها، هذا الجزء الأول اللي ناقشناه اليوم نقاش عن صناعة السينما وأهمية صناعة الأفلام الترفيهية والأفلام الأكشن والأمور للسينما شيء مهم جداً لا نكذب على أنفسنا ولا على جمهورنا بهذا الشيء لأنه هو الأساس. ومنها تنبني الافلام الفنيه والافلام الممزوجه بالاكشن والفني والترفيهي والافلام البرر الارت والواقعيه الافلام الواقعيه منها تنبني هذه هي الصناعه ولذلك خلونا شويه ناخذ خمس دقائق بريك لما انا احفظ الجزء الاول من الفيديو اللايف اساس ما يضيع علي وبعدها ارجع لكم على طول ان شاء الله تحياتي وشكرا وراح اجاوب على اسئلتكم هذا اخر سؤال كان أه نحيي الجميع انا الحين بطلع لايف بطلع من اللايف وبرجع ان شاء الله شو اسخف دور في مشوار اميتاب مثل كومبارس اسخف دور في مشوار اميتاب مثل كومبارس اذا واحد عنده ادوار كثيرة جميلة ووصل التوب ومن افضل الممثلين على مستوى العالم كذا لا تبحث عن الاشياء الصغيرة لانه ما راح تأثر ابدا ما راح تأثر ابدا اوكي انا راح اعمل